انا برحب بيك والتفاصيل عندك، اتفضل. مساء الخير عليك شريف. يعني بالفعل بدأت تتزايد أعداد الناخبين أمام لجان الاقتراع، خاصة بعد انتهاء ساعات العمل وانقضاء ساعات الظهيرة. أنصار المرشحين بدأوا يتوافدون هنا أمام اللجان في محافظة قنا لحث الناخبين على النزول والتصويت قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع وأغلاق اللجان. يمكن هنتعرف أكثر على المشهد الانتخابي القنائي هنا من محافظة قنا من خلال الأستاذ أسامة الهواري رئيس غرفة نقابة الصحفيين والإعلام في محافظة قنا ومحافظات الصعيد. أستاذ أسامة برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بكم بقناة الحياة. أستاذ أسامة، يعني دايما بنسأل على انتهاكات أو مخالفات سواء كانت بالنسبة للناخبين أو المرشحين أو حتى القضاء. دور الإعلام بصفة حضرتك مسؤول الغرفة ورئيس غرفة الإعلام ونقابة الصحفيين في محافظة قنا، هل كان هناك انتهاكات أو مخالفات من قبل إعلاميين أو صحفيين؟ يعني خلينا أقول لحضرتك ربما الجولة الثانية مختلفة عن الجولة الأولى. الجولة الأولى كان هناك بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين بيواجهوا خروقات أو عدم منعهم من ممارسة أعمالهم داخل اللجان. على الفور يعني كان نقيب الصحفيين الأستاذ يحيى قلاش والأستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين بيتابعوا على الفور وأصدروا كذا بيان في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية من خلال المتابعة لكل الزملاء ليس هناك أي خروقات تذكر وليس هناك أي تعطيل لأي زميل في وسيلة إعلامية سواء تلفزيون أو صحافة أو مواقع إلكترونية. طيب أستاذ أسامة، يعني توقعات حضرتك في المشهد الانتخابي قبل ساعات من إغلاق لجان الاقتراع، حضرتك شايف إزاي المشهد الانتخابي في إنا وحضرتك أساسا من أبنائه؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أن المشهد الانتخابي سيخيم عليه الساعات الأخيرة الحشد القبلي في كافة أرجاء المحافظة. سوف تطرق القبائل أبواب ناخبيها لكي يخرجوا بشكل كثيف. النسبة يمكن وصلت 15%، منذ قليل كانت النسبة بلغت 15.2%، متوقع أنها تصل إلى 20% في المساء. يعني إحنا أمام أحد اللجان وهي مدرسة الحميدات يغلب عليها الطبع القبلي والتصويت القبلي. يعني في الفترة المسائية مؤكد أن جميع اللجان التي سوف تخوض المرحلة قبل إغلاق الباب في المرحلة الثانية سوف تشهد كثافة كبيرة. وعايز أقول لحضرتك أن المرأة ستكون عنصر مهم هنا في الصعيد رغم العادات والتقاليد، إلا أن المرأة ستكون عنصر مغير في نتيجة الانتخابات للمرة الأولى يمكن في الانتخابات البرلمانية في الصعيد مصر. مشكرك أستاذ أسامة، شكرا جزيلا. يعني شريف، كما ذكر الأستاذ أسامة يعني عرفنا بالمشهد الانتخابي هنا في محافظة قنا، وسوف الساعات المقبلة سوف تشهد إقبالا متزايدا على لجان الاقتراع قبل إغلاق الأبواب. إليك أعود مرة أخرى شريف، تفضل. شكرا ليك محمد رياض من قنا، شكرا على كل التفاصيل.